السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم يا إخواني يتجدد لقائي بكم وحلقة فريدة من نوعها. اليوم سأعرض لكم خلطة أو وصفة هي لزيادة سمن الطائر البلدي أو الغندورة والكوكتيل، خصوصا للطيور التي تكون أجسامها نحيفة. ومن يبحث دائما من المربين على الطريقة أو الخلطة المناسبة لزيادة الوزن والسمنة لحجم طيور البادجي، الغندور، الكوكتيل إلى آخره. يا إخوان الخلطة ليست صعبة وإمكانياتها موجودة. هي تتكون من أول شيء البطاطس ومن ثم البقدونس بإذن الله. طبيعي يا إخواني تبدأ الخلطة كالآتي: تقوم أولا بسلق البطاطس أو وضعها على النار في ماء فاتر، تتركها حتى تكون في حالة من الغليان لتصبح جاهزة للطحن، أي أنها تكون قد وصلت لمرحلة الاستواء أو مرحلة النضوج أو الجهوزية. بعد ما تقوم بغلي البطاطس جيدا تتركها لتبرد، ثم تقوم بالآتي: تأتي ببعض البقدونس وتقوم بغسله جيدا ومن ثم بشره وتقطيعه ناعما لكي يكون جاهز للإضافة على الخلطة. الخلطة تكون كالآتي: تقوم أول شيء بتعيين حبة بطاطس واحدة للزوج من الطيور، وبناء عليها تقيس الأعداد. طبعا لمن يريد أن يسأل عن الكميات، أكيد هي حبة واحدة تكفي للزوج، وبناء على الزوج تبني العدد الذي لديك، أي تقسم على الكمية. من ثم حبة بطاطس تقشرها جيدا بعد أن تقوم بتبريدها وغليها جيدا، تشيل القشر عنها، ومن ثم تأتي بإناء وتقوم بطحنها جيدا، يكون ناعم جدا، تكون طرية جدا، تطحنها جيدا جيدا جيدا. ومن ثم يا إخواني تضيف لها البقدونس وتخلطه بها جيدا مع نتفة ماء صغيرة لكي تكون طرية نوعا ما وليست منكمشة أو جامدة، يعني تكون لينة بعض الشيء، وتقوم بتحريكها جيدا. من ثم يا إخواني فترة العصرية هكذا أو الصبح هي تعد فترة العصرية أفضل، يعني من بعد صلاة العصر تقوم بوضع الإناء لهذه الطيور بعد أن تجهزها كما قلت لك، تقوم بتقديمها لطيورك، فتجد بأن سبحان الله طيور أقدمت عليها وبدأت بأكلها بإذن الله. هذه الخلطة لو عملتها كل أسبوع مرة كافية، يعني هي تعمل النشويات على زيادة الوزن، لأنكم كما تعلمون بأن البطاطس به نشويات فتساعد على زيادة السمنة والوزن لهذه الطيور بإذن الله. طبيعي يا إخواني الملح يكون شيئا قليل، يعني ليس كثير وليس قليل، بعض الشيء من الملح قليل جدا تضعه على الخلطة إن أردت أن تسأل عن هذا الموضوع. هذه الخلطة قدمت أكيد بناء أيضا على طلب مشترك لدي أخي العزيز، امبارح سألني في القناة قال لي يا أخي كيف أو ما الحل لزيادة سمن الطائر البلدي، فبناء على هذا السؤال قد أتيت لكم بهذه الخلطة بإذن الله. هي فائدة للجميع يعني بشكل عام، هي حلقة اليوم طريقة زيادة وزن أو خلطة لزيادة وزن طيورنا البادج، الكوكتيل، الغندور إلى آخره. في النهاية أكيد كما أقول لكم في كل حلقة، من يريد سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع أو غيره من المواضيع باشروا بطرح أسئلتكم أسفل الفيديو، سأقوم بالإجابة عليها بإذن الله والتدقيق بها. وطبيعي دائما صندوق الوصف لدينا به رابط صفحتنا عبر الفيسبوك، وأيضا الرقم الخاص بالواتساب محمود بادي شخصيا للتواصل بشكل مباشر كل يوم ساعة بإذن الله. في النهاية تقبلوا فائق احترامي وتقدير لكم أينما تكونوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.